بعد ضرب الكهرباء والنتالج بعد ضرب الكهرباء بعد ضرب النتالج بعد ضرب النتالج جبان ما بيك حد جبان ما بيك حد جبان جبان ما بيك حد حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية نحب ننوه للسادة المشاهدين أنه عندنا تردد جديد هو 10727 على القمر نايل سات، فنتمنى من الجميع أنه يلزم ريموت التلفزيون ويدخل هاي الأعدادات الجديدة اللي تشوفوها على الشاشة حتى نظل مستمرين وياكم. اي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم عندنا ارقام مختلفه يقدر يتصل بها، ارقام البرنامج راح تشوفوها ظاهره اسفل الشاشه بهالشريط، عندكم الثلاث ارقام هذني تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من خارج العراق، عندكم ذني ثلاثه اضافه الى هذني الارقام عندنا رقمين اخرين، ذني الرقمين مخصصات الى الداخل، كل مواطني أو شعب العراق من شماله إلى جنوبه يقدر يتصل على واحد من هذين الرقمين، وأدنى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم هو فقط لبرنامج الواتساب للرسائل، هذا الجهاز ما يسمح لي أستقبل أي اتصال أو رسالة صوتية، فأتمنى من الجميع أنه يكتب لي رسالته مكتوبة واسمه ومكانه حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. الفيديو اللي طلع في بداية البرنامج شفتوا قوات الشغب أو القوات الأمنية شون دا تستخدم الكهرباء والهراوات والعصي لضرب المتظاهرين. طبعاً ذول المتظاهرين هم حملة الشهادات. الطامة الكبرى أنه ذولا قاعدين يضربون بأناس من المفترض علمياً هم بالمراتب العليا، لأن ذولا اللي يصير منهم المعلم والأستاذ والمربي والدكتور والمهندس اللي يبني، ذولا حملة الشهادات اللي صار لهم أشهر يطالبون بحقوقهم البسيطة، ما يريد يبقى عقد ويريد وظيفة على الملاك، لأنه العقد يجوز أكو حقوق ما يضمنها، أما الوظيفة الحقوق تضمنها مثل التقاعد مثل التأمين الصحي مثل الأمان الوظيفي، ما يفكر أنه باكر عقبة يجيبون واحد بمكانه ويطلعوه لأنه هو عقد والراتب، وهذا حقه، حق أي موظف بالدنيا أنه يدور الأمان الوظيفي، أنه يدور بعد عمر طويل شينطي الولدة. أما هذا حال الخريجين بالعراق، الخريجين بالعراق يطلع الظاهر ينكتل ينضرب، وإذا سمعتوا زين بالفيديو أكو بنية بنصهم دا تنضرب، وقبلها حملت الشهادات العليا باب الوزارة همين انضربوا وهمين استخدموا عليهم المي الحار. طبعا هو الانتهاكات مو بس بما يخص الخريجين،
وتلقون الدي ضربه ما عنده شهاده، او يجوز مطاب مدرسه، هذا تعب على روحه ودرس وتخرج ووصل الى مرحله يقول خلص انا كملت مرحله الدراسه وراح ابدي في المهنه الحياه العمليه. يعني هو اي مواطن هسه اذا نفكر، اي مواطن او اي شخص بالعالم تبدي مرحله هي مرحله الطفوله، تبدي وراها الدراسه، عدد من السنوات المعروفه اللي هي الابتدائيه المتوسطه الاعداديه، وراها يطب الجامعه، او اذا ما دخل اعداديه ثانويه يدخل معهد، وراها الجامعه، عنده حب او عنده امكانيه مو ماديه، امكانيه شخصيه لاكمال الدراسه العليا، اخذ ماجستير ودكتوراه، وراها تبدي يفكر الانسان انه يحقق احلامه، وظيفه، بيت، زواج، اسره، اطفال، حتى الدنيا ظل ماشيه. زين هذا تعب على روحه ودرس وتخرج، وفجاه لقى روحه ببلد لا يعترف به انه هو خريج ولا يعترف بشهادته. المصيبة انه اكو جامعات دا تخرج طلاب والوزارة ما معترفة بهاي الجامعة، هاي الطامة الكبرى. فيوصل الى مرحلة عفوا انه تلقون الانسان انه ما يعرف شو يسوي، ما يعرف شو يسوي، هو تخرج وكمل وصارت عنده شهادة، يروح يقدم على وظيفة ما يلقى مكان، يريد يشتغل بمؤسسة أهلية ما يلقى مكان، يريد يشتغل بمصلحة إله هم ما يلقى مكان، لأن وظيفة عندك محاصصة وعندك محسوبية ولازم يجيب ورقة من حزب من الأحزاب، وإذا مؤسسة خاصة ممكن الأقرباء موجودين أكثر، وإذا يريد يسوي وظيفة فلا الدولة تعوفه ولا الميليشيات. عندنا اتصال؟ فلا الدولة تعوفه ولا الميليشيات تعوفه. هاي الإشكالية اللي دا يوقع بها المواطن، لأنه قال أريد أدخل الملاك الحكومي ينضرب لأنه طلب حقه ينضرب، لأنه قال أريد راتبي ينضرب، لأنه مواطن طلع غير خريجي والشهادات قال أريد كهرباء ينضرب، واللي قال أريد مي ينضرب، والنازح اللي يطلع ويقول رجعوني لبيتي يمنعوه من الرجعة، وإذا رجع يا يعتقل يا يختطف يا ينضرب. ويطلع لنا واحد من الحكومة يقول احنا ما عندنا انتهاك لحقوق الإنسان. هاي الإشكالية اللي احنا عايشين بيها، لا اكو احترام للذات ولا اكو احترام للإنسان. قبل كم يوم احتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية. المشكلة انه الشعب العراقي يعتبر شعب فتي، لأنه أكثر من نصه 18 ودون، بس الطامة الكبرى أنه بالسبعينات العراق ماخذ من اليونسكو 5 جوائز لمحو الأمية، كان بلد ما بي ولا واحد أمي. أما اليوم فوق 40% من الشعب العراقي أمي، واحنا بالقرن 21. السبب الشعب؟ لا، سبب الحكومات والسياسيين، لانه الطفل يا اهلا قتلوا بانفجار او بطلقه تايهه او اعتقل الاب او معوق، وما عنده اعانه حكوميه وما عنده اهتمام وماكو احد يهتم به. مو هو ما عنده اهتمام، ماكو احد يهتم به. يضطر الطفل يروح يشتغل ويترك المدرسه اللي من المفترض هو ملتزم بيها ومنتسب لها،
حتى يعيل أهله. أم وسامة من الطرمية ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمرك؟ شلونك بعد؟ هلا بيك أمي. شلون صحتك؟ بس إذا أمكن نصيد التلفزيون وسمعيني من التليفون. إي تقدر خلص. احنا يعني ابننا بالسجن. نعم. هاي صار 8 أشهر ما شايفينه، لا حس ولا خبر. نعم. يعني ماكو ما تسعون بهذا العفو العام، ما ينطون عفو عام. ملتهم بس بنفسهم، ملتهم بس بحالهم. الله يخليك خاله رهب، فدوى وحدك يوم. يعني بالله صار له كم سنه؟ صار 3 سنوات وحاكمين اعدام. والمره هسه يعطوني يعطوا فلوس 4 ملايين كل واحد على اساس يعني مصرف الاهل. انا ما اقول لك ما عندي راتب، عندي راتب شهيد وعندي راتب ابوهم. نعم. بس والله ما ادري كيف فيها، كلها سحبت لي قروض بالمحامين. كلها سحبت قروض بي. المحامين هلا صارت تجلس ربنا طوبة وكل فائده ما بيهم. نعم. والله يعني هسه حايرين احنا شلون هيقول طوب كل واحد 4 ملايين، زين احنا ليش ما يعطونا اهل الرواتب؟ يقول ما اعطوكم كيف عندكم راتب؟ اي ثانيا يعني شلعت قلوبنا بالراحه والجايه ونريد هسه نشوفهم والله 8 أشهر صار مشاكل ساقتنا بشكل. الله يخليك يوم بس يسووا لنا يعني تسعون بيها يعني عذاب عود الحلبوس في من الجرايب وروح الكعان وكل شيء ما سوى بس مفكر بنفسه يتزوج قبل اول ما اصبح راح يتزوج والله غير سوى حل الناس غير سوى هاي خماس فكر بس بالزواج بنفسك فكر بينا احنا شنو ذنبنا احنا انه معيشة احسن عيشة الرمادي احسن عيشة الطارمية كمان مبهذلة لا مزاري لا نعم كل شيء ما بيها والله يعني رجلنا فشي يعني في خدمة حاطين وهنا عندنا هذول كلهم ما يفيدون وقت الانتخابات يجي يوزع لك دجاجة تم يوزع لك سكر نعم اي يعني ليه تمرون بالناس اذا تكون على الناس والله وريدها من الله منكم يوم بس كنت تدعون بالعفو كنت اروح لك يوم العفو العام نعم الله يخليك هذا اصغر واحد عندي مالي 96 والله ويتيم ابوه عافى 3 أشهر والله عندي ذولي 4 نايمين على الطالب الصالح كلهم ماتوا كلهم نايمين على الطالب الصالح والله عايشين على التقاعد هذا مالي نعم حتى رعايه يقدمون ولا دينار حرام طلع لهم نعم كل شيء ما طلع لهم نعم والله وتسلم يا الله ان شاء الله ان شاء الله يوم ان شاء الله شكرا شكرا لك ام وسام من هولندا محمد حياك الله يا محمد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شريف ولك أثر. تفضل أخوي. نادي حقوقي ينضرب. محمد. حقوقهم. نعم. قتلوهم مو بس ضربوهم. اللي يقتل الشعب كمان يضربه الدم بارد. يعني ما طالب قصف حقوقهم اللي هي التعيين. وحتى لو عينوهم ما يعطوهم رواتب. ما يعطوهم رواتب. بس يطون اللي عينوه الاحزاب. الاحزاب هي التحكم بالتعيين. يعني حتى لو اعطوهم نفس التعيينات ما يعطوهم رواتب. 60% من الموظفين ما في رواتب حاليا. صار نشرة واكثر يشتغلون ببلاش. فهذا الوضع الحالي هي الاحزاب مسيطره على الجامعات وعلى الوظائف. وكاظمي وعد انه يعطي تعيينات خريجين وكله حمر على ورق. كله كاظمي كله وعود 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 ما سوى شيء يعني للشعب نعم فماكو فائده يعني تقول ناس ما يعطون تعيين يعني فلوس ماكو البلد فلشت كل الاحزاب مسيطره على الوظائف وعلى الجامعات وهي مشكلتنا الاحزاب هم يضرب فيقتل يعني هم حتى ضربوا نسوان نفس مثل ما قلت في المظاهرات وقتلوا نسوان يعني نفس الشيء فالدم بارد هم اصلا مجرمين بس الطالب باستمرار المتظاهر يعني الثوره ان شاء الله تستمر ما عاد دائما بالثوره ان شاء الله ما اطلع عليكم حياك الله حياك الله اشكرك من الديوانيه مصطفى حياك الله يا مصطفى السلام عليكم استاذ عليكم السلام والرحمه والاكرام واذا امكن يا مصطفى تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون
عندي مناشدة، بس أريد أناشدكم على قناتكم. حياك الله، تفضل. إحنا قراء المقاييس. نعم. تعين وزارة الكهرباء. نعم. شهر الواحد. نعم. تعيننا بأجر يومي. باليومية، زين. إيه أجر يومي، على أساس يعطونا دورة 3 أشهر يدخلون يعلمون بيها. كل شهر 150 يعطونا، اليوم 5000. كل شهر ايش قد؟ ايه 150 لمدة 3 أشهر. زين. ايه وباقي الأشهر عن دوامنا يعطونا النسبة 5%. زين. فاحنا كملنا 3 أشهر الدورة. ايه. اعطونا فلوس الدورة 3 أشهر 450، بس احنا محافظة الديوانية اعطونا، باقي المحافظات ما معطيهم. زين. هسه حاليا احنا في شهر 9، يعني صارنا 9 أشهر. ايه. لا راتب ولا نسبة. دوامنا 100%، الجمعة والسبت نداوم، والعطلة الرسمية همين نداوم، يعني ماكو 25%. وكل احنا عندنا خريجين، يعني بكالوريوس المعاهد واعدادي، اقل واحد بينا ثالث متوسط. انت قلت لي ناشد من عندكم بلك اخ مصطفى، انت قلت لي انه انتم بالديوانية على الكهرباء تعينتوا المفروض، صح؟ ايه 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 على وزارة الكهرباء. نعم. مدير دائرة الكهرباء، مسؤول ايه. الدائرة بالمحافظة ايه. موفد الوزارة بالمحافظة، شو يقول لكم من تقولوا له راتبنا وين ووضعنا وين؟ احنا ابو الديوانية، بالنسبة لابو الديوانية يقول انا بعد مو يمي، صارت يم الحلة. زين. يم الشركة العامة للوسط. زين. ابو الشركة ابو الوسط يقول انا مو يمي، يم الوزارة. زين. ابو الوزاره رحنا له، احنا قبل فتره رحنا المظاهرات بباب الوزاره رحنا. ايه. قال لنا انتظروا ما نقدر نعطيكم جواب. لعد منو اللي يعطي جواب؟ ايه ما اعرف والله يا حل يعطينا جواب، احنا اناشدك على قناتكم. ايه. اريد من عندكم بس تطالبوني تحويلنا قرار 315. 315. قرار 315، لان احنا قرارنا 341، يعني متحف لاخر درجه. يعني احنا 5% راتب 5%، شو تطلع يعني باليوم؟ بالشهر ايش قد تطلع؟ يعني شهريتك ب 50,000، المليون 50,000. هاي ال 50,000 وين توديها؟ جهالك وين يعني؟ ايجار وين تخليها 50,000؟ اخ مصطفى يعني اقل ايجار بالديوانيه ايش قد حتى المواطن يعرف؟ يعني الايجار هسه احنا بالنسبه للاقضيه والبيت يعني المتوسط 150، يعني البيت 150 هذا اقل شيء. 150 وانت الدولة تعطيه 50,000. وين 50؟ لحد الان ما مطينا. لا يعني هم كاتبين يعني لك 50,000 وهم ما ندى يخمطوها عليكم. اي. النسبة ايه النسبة 5%، كل مليون 50,000 لك فيها. ولحد الان 9 أشهر ما مطينا. نعم. فاحنا الناشد من عندكم من ها قناتكم كريمة، اريد من عندكم طالبوهم تحويل. وصل. من قرار 341 الى قرار 315. وصل وصل اخوي العزيز. ايه بالنسبه للوزاره خاطبناها ذاك اليوم قالوا احنا موافقين لتحويلكم، بس الامانه منتظرين الامانه العامه للمجلس الوزراء توافق. تمام. واحنا يعني واحنا اهل الجبايه يعني نعظم واردات الجبايه. تمام. اي والله نتمنى من عندكم تناشد هذا الامان العام. تمام تمام اخ مصطفى، وصلت وصلت ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك. ام عبد الله من بغداد، حياك الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه خاصه لحضرتك والى قناتكم الشريفه ولكل العراق الشريف. حياك وبياك. الله يسلمك يا رب يحفظك. استاذ حضرتك تقول انه يكمل دراسه وبعدين ينتظر التعيين. نعم. زين الحكومه وين تعينه استاذ؟ ليش هو احنا عندنا مشاريع صناعيه، مشاريع زراعيه، مشاريع يعني البان، مشاريع اخرى، حتى انه هذا الشخص من يتعين يتعين في المكان المناسب. لا عندنا عسكريه ولا عندنا تجنيد اجباري ولا عندنا كل شيء. ما عندنا احنا ترى استاذ، احنا دوله بتمشيها ايران بقياده الكوتراني. الكوتراني اللي يجي بين يوم ويوم الى العراق هو يقوم بعمليه يعني رسم سياسه العراق في المنطقه، يعني العراق وسوريا ولبنان، يعني حتى كل
توزيع المناصب على الموالين لإيران وإلى الحشد، فما إلى الشعب العراقي حصة بهذه التعيينات. يعني أستاذ إحنا ترى حكومتنا والأحزاب وإيران هي ترى مشغولة يعني بقضايا كلش معقدة أكثر من اهتمامنا بالشعب العراقي. أول شيء تطبيع العلاقات يريدون مع إسرائيل، اثنين رسم سياسة المنطقة الموالية لإسرائيل والموالية إلى إيران. أستاذ القبطراني عنده في السياسة كلش غريبة، هي سياسة الهدوء والسياسة التفاهم مع رجالات اللي موجودين في العراق، اللي يعني سياسة الهدوء هذه بحيث انه الشخص العراقي رأسا يعني يوافق على الشغلة، واذا في حالة عدم موافقته يعني طبعا اكو فلوس هنا رشوات راح ينفذ المسؤولين، لانه الصناعات اللي موالي الى اسرائيل العفو الى ايران كلها رشوات. فهذه الرشوات يعني هذه يعني معناها احنا ما عندنا حصة بالثروات البلد. أستاذ ملتهين بفتح الروليت وفتح صالات القمار وهاي الأموال اللي تجي من هاي الأموال كل أموال الشعب العراقي، الأرباح وين تروح؟ تروح إلى الموالين لإيران وإلى الحشد وإلى رؤساء الأحزاب. أستاذ بعدين عندنا السلف اللي موجودة إنه تكون سلف كلش قوية بالعراق، زين هاي السلف منين؟ ترى هي كلها عن طريق رجالات ذوي أموال طائلة يجون يشغلون الأموال مالتهم في العراق، السلفة مثلا ازداد ياخذون عليها ربا، يعني هذا كله بيحمله على الشعب العراقي مع تهديد في حالة عدم الدفع السلفة. أستاذ يعني احنا ترى في حالة يعني احنا لازم نعالج مشكلة الوجود الإيراني، معالجة الوجود الصهيوني، معالجة المشاكل اللي تصير بالعراق. يعني هي مشكلة وطن ومشكلة حياة عراقيين أستاذ، يعني هذه كلها بتأثر على الشعب العراقي. زين بعدين عندنا أستاذ عندنا شغلة الحكومة يعني ما لهم اهتمام. اجى ذاك اليوم الرئيس الفرنسي انه رئيس التشريفات اللي يقوم بعمليه تفتيش الحرس الدوله العراقيه، اصلا عنده حتى قميصه ما مضروب اوتي، الكاسكيته معوجه، يعني هذا وين كان صدام؟ كان صدام من واحد يعني بالسفارات او بالتشريفات يقضون دورات سته اشهر. نعم وصلت الفكرة أم عبد الله، وشكرا جزيلا لك لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم. عفوا من الفلوجة خضير، حياك الله. الله حياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الإكرام. والله أخي نجد هاي المعاناة مال هاي التعويضات مال البيوت مال الفلوجة والوضع هالشوف ما جعل لا يطلع لا تعويضات لا تعيينات لا اي شيء ما نعم طورين من الله ملكم تنزلنا بدات على الموازنه مال 2020 خير وقاعدين بايجار ووضع صحي تعبانه كنا ما جرينا بالسليمانيه وتعرف انت الوضع انت والله تقول ولا مال الايجار كان بالشهر يهلك 50 ايه وشوف هذا الوضع التعبان والوضع هو كله تعبان وانت عارف هاي الشغله نريد ان الله منكم هاي الشغله تنظرون بهاي التعويضات مال اهل الفلوجه وغيره هو على مستوى العراق كله تعبان نعم وانا شفته مشير قناه القناه الوحيده اللي واجبنا هذا اخي خضير ولا شكر هذا واجبكم لا شكر والد رحمه على الدكتور الشيخ حارث الضاري نعم شكرا شكرا لك اخي خضير من السعوديه ابو فيصل حياك الله ابو فيصل مساء الخير مساء الانوار الله يكادرها الطيب تحية للشعب العراقي خصوصا ثوار تشرين الأبطاء تحية لها أستاذ بالنسبة لهذا النظام بالعراق هو نظام مماطلي
والكاظمي هو تجيب لانه هو الحاكم ليس الكاظمي، الحاكم هو النظام الايراني. واحنا شفنا زياره ما يسمى بهذا الرئيس البائس لايران وتبعيته واذلاله وقنوته لهذا النظام. النظام الايراني الخامني مع احترامي لك وللشعب العراقي لا تسمى البسطره العراقي على راس الخامني، يلا يضبط الوضع معه. طرد النظام، طرد ابناء الخامني من العراق والميليشيات الايرانيه، لابد من يلا يستعيد العراق عافيته. ما دام في النظام الايراني صور هذا القدر الخامني هذا بالعراق، لن يستقر وضع العراق الا بطرد هذه الجيه في البايس. وتحيه لك وتحيه للشعب العراقي. حياك ابو فيصل. ابو خير الله من المشاهدة، حياك الله. انقطع الاتصال ويا أبو خير الله. عندنا اتصال. ألو أبو خير الله وياي؟ إيه وياك. أسمعك. شو هاك عني؟ هلا بيك أخوي، تفضل تعال الهوى. عني أنا يسمونها هاي الاعانات مالت الجوامع من 2011 اعانات، بس كل سنه سوينا هذا على الوقت السني سوينا عقود زين. اي سوينا عقود وكل تجي السنه نفس السنه راتبنا نفسه هو لازم بدنا كل ما قاعد بايجار وبقت 18 نفر وجد يعطونا 200 يقطعونها يعطونها 186. فأنا أطلب من عندكم بس تكون فاضي ساعة كم هذا أبو القسم الجديد رحمة الوالديك والله لا الحين تزمع من هالشغلة. كل ما يقوم يقعد يقول راح أسوي لكم عقود ونفس السنة السنة الجديدة كل شيء ما يسوون لنا وراح أعطينا نفسه هو هو. نعم. إيه فلو من عندك أو مسيت أصب فاضي رحمة الوالديك اللي سوى لنا عقود نماطق وانا اسف. اسم الله والديك. هلا بك هلا بك ابو خير الله، وان شاء الله نحكي بيها. مصطفى السيد من مصر، حياك الله. مصطفى مساء الانوار. الله يكرمك. يكرمك. اولا احييك وانا احيي شعبنا البصر وانا احيي الثوره المجيده وانا احيي الفنان العربي لطفي بوشناك ونبعث التحيه تحيه الحب للفنان العراقي سعدون جابر حبيب الملايين. ويا سيدي اما بالنسبه للمؤهلات العليا والشهادات العليا طبعا لا يمكن عصابه ما يسمى الاحزاب ان هم يسمحوا لاي قامه علميه تنتمي للوطن او للشعب ان هي تمسك منصب. لان نعم. عارف ده راجل متعلم وفاهم يعني ايه وطن وفاهم يعني ايه ثوره ويقود وفي قيادات كبيره في العراق حقيقه قيادات عظيمه فاني تقود الوطن وتطوره وتوحد صفنا ونطرد المستعمر وعصابات ونعيش في سلام والارض والوطن والموارد مكونه بالكوم الامريكان واوروبا كل عاش من اوطاننا على فكره يعني. اللي عنده وطه طبعا هيتعين، عنصري هيتعين، دموي مجرم تاج الدين بيستغل عطله هيتعين، لكن المؤهلات العليا طبعا لا يمكن يسمحوا لها. ولكن رغما عن غلوفهم الشباب العراقي والمؤهلات العليا هي اللي هتقود الوطن في الفترة القادمة بإذن الله. شاءوا أم أبوا لا هم ولا الخميني ولا الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم ولا المجرم ترامب وقوات الغزو المجرمة اللي هي السبب في الجرائم دي كلها هينتصر العراق عليكم عاجلا أم آجلا لأنها قدرة الله في الأرض. وعاش العراق وعاش أبطال العراق وأنا أشكر كافة. شكرا شكرا لك أخ مصطفى. أم أزهار من بغداد، حياك الله. أم أزهار السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حيها القناة الحرة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة إحنا هاي حكومة، هاي حكومة مو حكومة، حكومة الأحزاب وحكومة الحرامية اللي هي هم متعاهدين. يعني هي من اجوا استولوا على العراق امريكان اتفقوا الامريكان ويا ايران ويا
الصهاينه ان يحتلون العراق وان يجعلوه هباء منثورا، يعني كل شيء ماكو، لا علم ولا ثقافه ولا صحه ولا اي شيء، والقتل والنهب والسلب مشتغل. هم اجوا حتى يؤدون هذا الواجب اللي عليهم، واي هذول من الحفالات اللي اجوا اللي يحكمون هسه القاعدين على الكراسي، هم مبداهم هذا، مبداهم ايراني، يعني ايران شو تقول لهم؟ هم ينفذون، اي بناء ما بنوا، اي صحه ماكو، اي شيء يعني يخلوا الناس تقدي، خلوا الناس جوعانه، خلوا الناس دا تموت من كورونا ومن من كل مرض موجود هنا في العراق. هذا الرادو، هذه الرادته امريكا وايران واسرائيل، رادو هيكون بهالمستوى سواه بهالمستوى. فهاي هذول اللي يجون من كاظمي الى المالكي الى كل هذول اللي اجوا الحفالات اللي اجت من ايران، هم يعني تبعيه لايران، كلهم تبعيه لايران، حتى يؤدون واجبات اللي تقول لهم ايران، شو تقول لهم ايران هم يسوون. ها هي ما نخلص، العراق ما يخلص من هذا الشيء اذا ما يتحرر نهائيا نهائيا من هالحفالات، من كل من شماله الى جنوبه. شكرا شكرا لك ام ازهار، يبدو انه انقطع الاتصال وياها. شاكر من بغداد، حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك حسن؟ هلا بيك اخويا. حسن مصاصي؟ اي وياك اخويا. اخ سلف، اولا انا اقول احيي هاي القناه الشريفه الوطنيه اللي ما تحكي غير صوت المظلوم. واجبنا هذا اخويا العزيز. وأحييكم وحق المصورين خلف الشاشة وخلف الكاميرات، لكن أخي أفل ذول إحنا إذا كنا نتكلم عن ذول الحكومات التعاقبت عليها الثلاثة لحد الآن، يعني حكم صدام حسين أنا ما أجيبها، لكن أجيبها كان كموضوع عن حكم صدام حسين، يعني إذا ينكت الواحد ينخطف واحد أو ينكت الواحد يعني في اي محافظه عراقيه خلال يعني اقل من نص ساعه، اقل من نص ساعه يجيبون القاتل للضيف. شنو هذا؟ الحكومه هذه حكومه عراقيه مو حكومه ايرانيه، حكومه صفويه، حكومه مجرمه عجميه فارسيه اللي تحكم دول تحكم العراق وشعب العراق، تاكل بنفطه وتاكل ببلده وتاكل بخيراته. الحكومات لا يجون يقتلون يسلبون يخطفون ويمصون بنفط العراق، يمصون بخيرات العراق، يشعون ابوهم وغزوتهم ايران وامريكا وباقي الدول مثل اليهود والصهاينه وغيرها غيرها. لكن اخي العراق ما تقوم لقائمه اذا ما تنتهي هاي الاحزاب، هاي الاحزاب ما اجت تعمير، اجت تخريب ما اجت تعمير. شوف يعني هاي وحده، اثنين شوف ذول المعتقلين اللي يبكون دم، يبكون دم و99% هم من دون ذنب. من دون ذنب، والله انا يعني ما اطلع عليك، لكن اكو وليد عمره 12 سنه اخ افل. نعم. الحكم بالاعدام، والله والله والله. وش قد عمره؟ عن كلامي عمره 12 سنه. يعني حدث؟ اي 12 سنه عدل. عمره حد يعني هو حدث انحكم اعدام؟ اي وهو عمره 12 سنه وانحكم اعدام، ولو تدري على شنو يعني؟ شنو؟ هاي يعني هاي اريد يعني اريد المشاهدين والمتصلين يحجون عنا ويسمعونا ويسمع العالم، انحكم 12 سنة انحكم بإعدام على مود جريكان بنزين. انحكم 12 سنة على مود جريكان بنزين، وصلت السيطرة قالت جريكان بنزين. شفت وإذا رجعت بالليل تزرعوني باكر تجيكم جريكان بنزين
فرجع هو الرجل بال يعني ولد القدام ورجع بالساعة الساعة 11 بالليل. فوقفوه وين الدكان كان فين؟ قالوا والله أنا توني رجعت وما لحد إن شاء الله باتجي لكم إياه. وأخذوه وهذا اللي أخذه لواء 59 الفرقة الثالثة. نعم. وأخذوه وبالسيطرة عذبوه بالكتيل وردوا نقلوا للواء ومن اللواء من شدة التعذيب أخذوه حكموا إعدام 4 إرهاب. نعم. أخذونا أي حكومة إحنا كان أي حكومة. هذه مو حكومة عراقية، هاي حكومة إيرانية. هذه نعم. حكومة حرامية، دولة سراق، دولة مسلبجية، دولة يعني شو نتكلم عنهم؟ شو نقول دولة حصارة المجتمع العراقي، دولة أصلا مو عراقيين. لا هم ولا مجلس النهار ومجلس البرلمان، ولا ضباطهم، ولا جيشهم، ولا شرطتهم، ولا حشدهم. كلهم دولة مجرمين. والله واسأل الله أن ينتقم منهم، أسأل الله أن ينتقم منهم الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. وأنا أشكر أخ أفل جزيل الشكر. شكرا لك أخ شاكر سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله يا أستاذ، شكرا لك وشكرا للبرنامج وللقناة. أستاذ إحنا نتساءل وقت ما نريد زي ما بدنا يا أستاذ. نعم. ونتمنى من سلطات الدولة منع المحظورات مسكر مخدرات أتوات وتطهير جزيئات من جهاز الأمن يا أستاذي، ونتمنى البرلمان يراه والغلابة اللي زي حالاتنا. أيضا أستاذي إحنا اليوم أنا أمس رحت عندنا بالكويت يقول ما فيه عقود، يعني فلت مطبات للسائق مثلا اللي يسوق سرعة عندنا لصيانة الفروانية حد الأشغال، ما لا تعني العقد والعقود يا أستاذي. هذا سؤال موجه لك أنت، أرجو إجابة له. أيضا يا أستاذي أي عقود تقصد أخ سعد؟ هل تعلم أنني مضرب 70 ثانية بسبب الاعتداء على بدو الرحل الذين لم يحب أحد؟ نتمنى من السستان يشور بيهم والعباس يشور بيهم وكذلك المهدي المنتظر يشور بيهم. تحياتي لك للبرنامج وشكرا يا أستاذي يا محترم. شكرا شكرا لك، بس أنا ما افتهمت أنت تقصد وجه السؤال عن العقود، أي عقود تقصد بالذات يعني ما عرفت. شكرا لك أخ سعد. لكن أم أزهار قالت ذولا جوي بس يقعدون على الكراسي حتى يحكمون، هم ايش سووا للعراق؟ لا هم إذا واحد يريد يحشي ضميره فهم سووا يعني عندنا منظومة زراعية وزارة الزراعة دا تشتغل، أما الصناعة العراقية ما شاء الله دا تصدر إلى كل دول العالم، وسنويا عندها المنتجات العراقية دا تروح لإيران $20 مليون. عندك التجارة ما شاء الله، عندنا خوش تجارة عراقية ووزارة معتبرة. البطاقة التموينية المواطن العراقي أصلا مدى يشتري فتفوتة من وراء البطاقة التموينية. طبعا اللي دا أحكياني ودا أتكهم عليهم، هم فعليا ما سووا شيء. لا عندنا زراعة ولا صناعة ولا تجارة، بطاقة تموينية نست، لا كهرباء لا مي لا شوارع مثل الأوادم، لا شبكة صرف صحي مثل الأوادم. جاي الشتاء ومن هالسعاني أقول لكم بدون ما الناس تحكي، العالم شايل هم إذا مطرت الدنيا ببغداد أو باقي المحافظات غراضهم وين يودوها؟ راح تغرق الدنيا؟ لا راح يطب مي المطر لبيوتهم مرة ثانية؟ لا لأنه صار روتين سنوي، بكل شتاء لازم تفيض المجاري العراقية. واعتقالات يعني بالعراق ما شاء الله على قدم وساق. هسه مثل ما قال لنا الأخ شاكر على موجه لكان بنزين، طفل عمره 12 سنة حدث حكم إعدام. حرية التعبير مكفولة بالعراق بس على الورق. إذا تقرون الدستور اللي هم صدعوا روسنا به، حرية التعبير مكفولة، بس هذا الدستور انطبق ونحط بالمجرات. أما عد الحكومات اللي يفتح حلقة ينقتل. محاصصة ما شاء الله إيش سوت بينا المحاصصة؟ وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، هذا اللي ده سوي المحاصصة. أبو عصام من بغداد ويانا. نعم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلمك، شلونك أخوي؟ هلا بيك أخوي. الله يسعدك. بالنسبة للعروات التعيينات. مال منو؟ التعيينات مال هاي والضغط على ما شاء
الشعب كلنا. ايه. عيني اكو احنا ما في بيننا غير تشير الشعب شنو السنة عندنا احنا كلنا على خير كاخوان. صح. عيني. ايه. احنا اخوان كلنا روحنا اخوان شنو السنة شنو ايش بنسمى احنا كلنا احنا حاكيين في العالم القديم. احنا من ابتدت هاي المشاكل كلها كلها اخوان وواحد اخو الاخر. انا كنت على الانبار وعندنا ما كنت على ناس يا اخي شيء تي نعم شو هذا ايه نعم اي ما كنت عندي هاي الدنيا جاي 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 اليوم علينا والله احنا اخوان يا اخي انت عندنا اخي يعني كلنا لنا واحده. ابو عصام يبدو انه اكو مشكله بالصوت يعني الكلام مو كلش واضح. شكرا شكرا جزيلا لك. فبس على مود اقرا رسائل واتساب محاصصه مثل ما قلنا تعيينات الشعب العراقي مدى يلحق على التعيينات ما شاء الله بحيث ما طالعين تظاهرات على مود التعيينات. قانون معتبر عندنا بالعراق يعني محترم من كل الاحزاب وكل الكتل السياسيه يحترمون القانون وماكو واحد يضحك على القانون عندهم. فهم يعني هم دا يسوون انجازات بس إذا انباوع إنجازاتهم أختي أم أزهار إنجازاتهم كلها لتدمير البلد. أول منجز سواه السياسيين هي المحاصصة وأكبر منجز سواه هي الطائفية. جت ثورة تشرين لأنه هدمت المحاصصة وهدمت الطائفية ورجع الشعب إيد وحدة انكتلوا وعدنا آلاف من الشهداء. في خصوص رسالة الواتساب أول رسالة وصلتني اليوم تقول حفظ الله قناة الرافدين ووفقكم الله بما يسركم وأبعد عنكم ما يضركم يا قناة الرافدين. أنا أحب قناة الرافدين من خير القنوات العراق هي وكادرها. شكرا جزيلا على هذه الرسالة الجميلة وهذا واجبنا أمام الشعب العراقي وأمام العراق. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة للجميع. أستاذ أفل المحترم العراق كان يمتلك أقوى جيش عربي قبل الاحتلال حامي منطقة الخليج والجزيرة العربية من توسع دول الجوار بالأطماع التوسعية في المنطقة والدول العربية. وبعد الاحتلال الأمريكي تم تسليم العراق لجارة سوء إيران الخرف علي خامنئي وجلاوزته وميليشياته القذرة من عملاء العراق لإكمال مخطط الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في الخضراء لتدمير العراق والمنطقة العربية والمشروع مستمر على يد العملاء والذيول الفاسدين. والشاهد والدليل إعلان الانسحاب الأمريكي من العراق وترك إيران لتدمير المنطقة والموضوع طويل. تتحمل المسؤولية المنطقة في المنطقة الإدارة الأمريكية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا عندي مفقود من 11/5/2017 ولحد الآن ما أعرف عنه أي شيء ودورت بالسجون وما عرفت عنه أي خبر. أخذوه من المخيم مال موصل تل عبطة مخيم أم الجرابيع وما نعرف الجهة اللي أخذته من المخيم. مسؤول على كتاب الإمام علي والاستخبارات اسمه مصطفى نجم علي 7/15/12/1999 هو اللي يجاوبنا هسه. السلام عليكم أستاذ أنا أم محمد بن أنبار نطالب الرئيس مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء الأبرياء. شنو ذنب ولدنا هيك يصير بيهم؟ قبل فترة يدورون علينا يقولون ابنكم يريد مصروف وننطي المصروف وما واصل لأي شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى السلام عليكم عندي زوجي بسجن تهموه باطل جماعة بالسجن البصرة بسفوان تهموه مخدرات أريد السيد الكاظمي يفزع لي والله عندي بس بنات تهموه جماعة باطل هو صار لشهر موقوف هسه أريد أحد يفزع لي والبناتي وما عندي أحد غير قناة الرافدين. الله عليكم تقرون الرسالة بالمحادثة بالتلفزيون. وأريد أسأل أنه صحيح أكو عفو عام بالسجون لو لا؟ والله يا أختي طلع في فترة من الفترات قالوا أكو عفو خاص. العفو الخاص على أساس على اللي تهمته قليلة أو صغيرة أو اللي قاضي نص التهمة بالسجن. لكن من طلع هذا الحكي إلى اليوم ماكو شيء جديد. عفو عام ماكو. ماكو أحد من السياسيين دا يذكر المعتقلين. سياسيين اليوم دا يتعاركون على خروج الأمريكان لإرضاء إيران لأنه إيران ما تريدهم. ودا يتعاركون على الكاظمي إنه سوى وما سوى. ودا يتعاركون على كم وزير لأنه يجوز ما
ما يعجبه هذا الوزير لأنه يتبع فلان حزب وهو من غير حزب، وده يتعاركون على منه يصير بالبرلمان ومنه يطلع، والنزاهة عندها 5000 مدري 6000 قضية ما مفتوحة، وفلوس العراق ده تنباق، ولا همهم لا النازح ولا المعتقل ولا المواطن ولا أحد بالشعب العراقي. المتظاهرين ده يموتون بالمئات وده ينضربون أمام عيون الناس وما حد ده يهتم لهم من السياسيين. فتتوقعين أنه هذا السياسي راح يحكي بعفو عام وهو ما داير بال؟ ليش هو السياسي أو مصطفى الكاظمي ما يعرف إيش ده يصير بالسجون؟ لو ما يعرف إيش ده يصير بالمخيمات؟ لو ما يعرف إيش ده يصير ببغداد وغير بغداد؟ بس منو بيهم يحكي؟ المشكلة اليوم أنه إحنا قاعدين نحكي على المتظاهرين من ذوي الشهادات العليا، لكن الحكومة دارت لهم بال؟ دايرة بال للشعب العراقي؟ من طلعوا التظاهرات بثورة تشرين، من بدايتها بشهر تشرين لليوم، هم يردون كهرباء ومي وخدمات، ويردون إصلاح وقضاء على الفساد. أكو أحد سمعهم؟ صارت الكهرباء أحسن مثلاً؟ لو الشوارع صارت أحسن؟ لو شفتوا بالتعيينات أنه إجا واحد زين واشتغل للبلد؟ كل شيء ما شفنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، باكر بإذن الله، في أمان الله.